افتتحت هيئة البحرين للثقافة والآثار مساء أمس معرضاً فنياً مغايراً يحمل عنوان بعيونهم، إذ يجمع ما بين أعمال فنية لشخصيتين رسميتين هما معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومعالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، حيث يعكس هذا المعرض جانباً فنياً عبر لوحات رسمت بصبر ودقة وصور تم التقاطها بإتقان. لدى كل إنسان في هذه الحياة جوانب خفية في شخصيته تعبر عن روعتها وجمالها من خلال ممارسة هواية متميزة بعيدة كل البعد عن الأجواء التي تعيشها الشخصية الرسمية في حياتها العملية. فها هي معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار تكشف عن لوحات فنية لونتها بالحب وجسدت من خلالها شخصيات ارتبطت بروحها ووجدانها، فيما قدم معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف صورا التقطتها عدسته تكشف عن ملامح طبيعة البحرين. كل الوجوه التي ترينها هناك شخصيات لها مكانة في القلب، ولكل لوحة قصة. ربما لو تحدثنا عن قصة لوحة الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان طيب الله ثراه لوجدت أنها كانت تاريخها تاريخ عودته بعد عملية جراحية أجراها، وكانت فرحتنا بعودته سالما وتعبيرنا عن هذه الفرحة هي هذه اللوحة التي تشاهدنا في هذا المعرض. كل لوحة لها قصة وكل لكل منها خصوصية. هذه اللوحات الفنية تكشف عن الكثير من الجوانب الخفية في شخصية هاتين الشخصيتين، خصوصا وأن معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة قدم في المعرض صورا فوتوغرافية متنوعة تحكي تاريخ الأرض والسماء والبحر وتسجل تفاصيلها لتكون شاهدة على فصول وأشخاص وتصبح جزءا من ذائقة بصرية تشهد ميلاد الجمال. فيما قدمت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة لوحة بورتريه لشخصيات ووجوه بحرينية قريبة من قلبها. هذا المساء نجتمع جميعا للحديث حول هذه التجربة المتميزة لوزراء لشخصيات هامة في مملكة البحرين، ونكشف عن جانب شخصي من حياتهم ومن شغفهم ومن فنهم. يأتي هذا المعرض في مدرسة الهداية الخليفية بالتزامن مع مئويتها، وذلك ضمن برنامج هيئة الثقافة لعام 2019 والذي يحمل شعار من يوبيل إلى آخر. هذا المعرض قدم لوحات رسمت بصبر ودقة وصور تم التقاطها بإتقان لشخصيتين رسميتين طرحت أعمالها بالتزامن مع مئوية الهداية الخليفية. خولة الجرينيز، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.